أنا محمود السنوسي خير الله، أحد أعيان منطقة الكفرة. كيف ترى الكفرة؟ الكفرة والله الآن إن شاء الله نقول يعني إحنا أملين خير إن شاء الله. لا من لكن من ال من أي ناحية تقصد؟ الناحية الأمنية أنت؟ من يعني خلال تجول المدينة ما يقدرش نتجول فيها بالكامل بأمان، الجو في المنطقة طبعا المنطقة منطقة الكفرة في حالة حرب الآن، هدنة يعني من المستغرب أنت في ليبيا وفي وبعد انتصار الثورة وما زلنا نحكو في منطقة مفروض تكون سكانها كلهم ليبيين، يفترض أنه كان الأمر الطبيعي، وتحكي عن هدنة وعن قتال عنيف وعن قذائف وعن نحن في منطقة الحقيقة الواحد ما يعني مش عارف روحه في حلم ولا في علم، لأن المنطقة واضحة الآن يعني تقول هدوء حذر. المنطقة ما زالت المشاكل ما زالت قائمة، مشاكل ما انحلتش. الوضع هدنة، والهدنة اخترقت أكثر من كم مرة في السابق، الهدنة هذه ثالث هدنة. ولعند الآن الناس ما زال ما فيش ثقة في الهدنة، الوضع اللي قائم المدينة أوصالها مقطعة. أنت تتجول حتى إذا كنت تجولت أنت في الكفرة ترى أن فيه مناطق مفتوحة لقوات درع ليبيا وللجيش الوطني اللي هو وجوده شكلي لعند الآن يعني. ولكن في مناطق مغلقه، ما اعتقدش ان انت حتى اللي من خارج سكان الكفره يقدر يتجول فيها. وجود الجيش الوطني شكلي، كيف شكلي؟ شكلي لعند الان في الواقع وجود الجيش الان يعني فيه في غرفه العمليات وفيها بعض الضباط وفيه بعض عندهم بعض الاليات شفت لنا مركونه في اتجاه واحد، لكن وجوده في البلاد او فتح مسارات في البلاد وفتح البلاد بصفه عامه ما زال ما تمش. ما زال وجود نعتبره شكلي، وجود الان الفعلي في المناطق اللي احنا فيها. احنا المنطقه هذه في من 30/11 وهي تعاني في المشاكل. المنطقه وصلنا لمرحله المواطنين في الشارع بدون اي سلطه، المجلس المحلي هذا ما يملك سلطه مسكين عسكريه ولا الداخليه غايبه لعندها اللحظه هذه، نحن قاعدين في منطقه ما فيهاش حاجه اسمها لا مديريه امن ولا فيها شرطه ولا فيها اجهزه امنيه، ما كانش فيها ولا كان فيها جيش. بعد الاشكاليه اللي حصلت في الكفره جونا جماعه الدرع ليبيا، جانا بعض كان تشكيل بسيط من اخوتنا في 17 فبراير ولكن عددهم بسيط وما قدروش يسيطروا على المنطقه. جو جماعه الدرع ليبيا وبالتنسيق وجلسنا معاهم ووقعنا معاهم محاضر واستلموا المنطقه وبدوا بشكل واضح وملموس، بدات المنطقه امنه وامنوا جزء كبير من المنطقه وسعوا في احداث هدنه في المنطقه، والهدنه استمرت حوالي 50 يوم، ولكن في خروقات للهدنه هي اللي خربت الامر ورجعتنا للمربع الاول. وبرضو نحن بصراحه يعني الدرع عباره عن ناس متطوعين، ناس يعني في من اللي مضحي باسرته وبعياله وفي بنغازي وفي مناطق الشمال ومن غير دخل ومن غير مرتبات، يعني ناس عمل تطوعي كثوار بدون اي يعني بدون مقابل الا ان شاء الله اجرهم عند الله سبحانه وتعالى. فلعند الان هم الناس هذول بصراحه نحن نقدروا فيهم تضحيتهم من اجل منطقتنا وسهرهم من اجل راحتنا، يعني نحن مرقدنا ممكن مرقدنا فينا اللي مرقدش نين جو جماعه الدرع، كانت البلاد مفتوحه، بلاد تحد ثلاث دول، نحن في منطقه تحد ثلاث دول، منطقه خطيره، منطقه فيها البترول وفيها المياه وللاسف تسويف كامل من الدوله من اجهزه الدوله، يعني نحن استبشرنا قلنا الدوله قامت وشكلت الوزاره وشكلت الحكومه والان وكأن نحن في عالم ثاني، ما كأناش في جزء من ليبيا، وما كأناش في منطقة يعني حيوية بالنسبة للليبيين، ما كأناش في منطقة على حدود ثلاث دول، منطقة مركز للهجرة غير شرعية، في جميع المشاكل في المنطقة يفترض التركيز كله ينصب على المنطقة، وتركيز الحكومة يفترض أنه ينصب على تأمين الحدود. يعني الحدود مفتوحة، يعني في إنسان حتى على مستوى بيتك أنت ترقد وبيتك محلول، ما أعتقدش في واحد، ولكن للأسف سبحان الله وبحمده. سؤالك خلال حواراتي مع الناس، هناك حركة نزوح للشمال والغازي بالتحديد من سكان أهالي الكفرة، ما السبب؟ سبب الناس ما حستش بالاستقرار، ما فيش استقرار، ما فيش أمن. يعني هو على جانب أمني تحدثنا عليه، جانب توفير الخدمات، يعني أنا أشوف المدينة الخدمات نحن ما زلنا زي عهد معمر. المدينة هذه ما زالت زي عهد معمر، ما تبدلش عينا شيء. ما زال ما حسيناش بطعم الثورة. لعند الآن الثورة من ناحية هكي نحن من ناحية استجابتنا مع الثورة وكذا حاسين بها، ولكن كخدمات
نحن بالعكس، انا اقول لك حاجه، انا في موضوع الاهتمام بالمنطقه في المشاكل الامنيه في عهد معمر افضل من عهد متو. نحن في عهد معمر لما يصير مشاكل لانه خايف حراسه، لما يصير مشاكل في خلال ساعات تجينا الطيارات يكبن ويجيبوا قوات ويجيبوا يفرضوا الامن في البلاد بالقوه. اللي عندنا الان ما فيش الدرع، الناس متطوعين وناس سياراتهم شرون، نحن معلوماتنا حتى السيارات الجوبيين شارين من مرتباتهم ومن داخلهم الخاص، الان مصاريفه من هنا ومن هنا ومن المز شوي، الجيش وكان بالمنه منه عليهم. هذول الناس يؤدوا في عمل وطني وقايمين بحمايه منطقه، هل من المعقول والناس قاعده تنعم بالخيرات ليبيا؟ هذا شيء كلام مش معقول بصراحه ومش منطقي. وهذا انا بصراحه يعني ما زال فيه اجنده، فيه يد سوداء، فيه نظره، فيه ناس عندها افكار لتقسيم ليبيا، فيه ناس تبي تضحي بجزء من ليبيا، في امور على علامات استفهام مش واضحه بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج حافظ عمار لبيرش، احد اعيان مدينه الكفره. نعم، والله المستشفى طبعا هو مستشفى مستهلك، اصلا هو مستشفى مستهلك، ما في شيء ولا معدات جديده ولا حاجه تقديمه كلها، ولا فيها اطقم طبيه ولا في شيء. هذا الوضع اللي خلاه مزري، ما عندنا شيء في الكفر، احنا منسيين نهائيا. والله طبعا المحاصيل الزراعيه بالنسبه للانقطاع التيار الكهربائي ادى ضرر الى مدينه الكفره، ضرر غير عادي. المزارع حلكت كاملا، حتى الحيوانات تفقد من العطش، والاشجار ماتت، والمحاصيل كلها بصفه عامه يعني تو الان قاعدين يشتغلوا من جديد. حتى اللي اشتغلنا تو من جديد جات الحركه الاخيره هذه، الفوضى الاخيره هذه، وانقطع التيار مره ثانيه، وهلكت جميع المحاصيل اللي زرعت. الان الكفره قاعده تعاني، والان للاسف ان الدوله ما زال مش عارف نظرتها لنا كيف. يعني شكينا ومشينا ودرنا مذكراتنا وعيطنا، لا حياه للمنتنا دي. الحاجه الثانيه بالنسبه للامن، نحن يهمنا الامن قبل ما يهمنا المحاصيل ويهمنا راحه البلاد وحتى العلاج، مش هامنا العلاج، هامنا الامن. البلاد ما فيهاش امن. البلاد الان الجيش الوطني يقول انا جايف مسيطر على البلاد، وهو مسيطر حتى على 1% من البلاد. لو مش درع ليبيا هذا اللي توه واقف الان لكانت البلاد في مصيبه ثانيه. نحن كاهل الكفره وثوار الكفره عندنا امكانيات نقدر نديروا اي حاجه، ولكن نحن طبعا نظرا للمشاكل اللي هي حاصله مش قادرين نقربوا فصائلنا ولا نقربوا المشاكل، قاعدين بعيد مننا على اساس ان الدوله تقف وتحل المشكله. ما نبوش نحن نكبر المشكله، ولكن للاسف ان الدوله الان مش عارف نظرتها شنو، هل هي تبي الرخو هذا على اساس ان الناس ترد من جديد تلحم في بعضها، والله شنو المقصود من الموضوع؟ نحن اللي عند الان نسالوا منا رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الحكومه. بالنسبه لوزاره الدفاع برضو حتى هي ما رينا منها شيء، وزاره الدفاع دازت الناس هنا ما عدوا اي واجب، حتى تمويل الدرع ما مكملين لهم بالصوره الصحيحه. ونحن وقعنا هدنه بعيان من جونا عيان من المناطق الشرقيه مكلفين من وزارة الدفاع، وجلسنا معاهم ووضعنا الهدنة الأخيرة، وأعطى الصورة من الهدنة للجيش الوطني على أساس أن فيها شروط يتم تنفيذهن. للآن ما نفذش منهن ولا شرط واحد، ونحن مشينا كم مرة للشخص المسؤول في العمليات ويقول حاضر حاضر بكرة بعد بكرة، وين جماعتك؟ أفتح المسارات، رجع الممتلكات الناس اللي واخذينها. ما فيش للآن حتى 1% من تنفيذ الهدنة، ما فيش. ويعني الهدنه في اي لحظه ممكن تنفجر الهدنه صراحه. الاجتماع اللي حصل الاجتماع العيان مع امر العمليه، والله نحن اخر مره مشينا لو حكينا معاه فيما يخص موضوع الهدنه، ان الهدنه هذه تم التفقيه على بعض الشروط ولم يتم تنفيذ اي شرط من الجانب الاخر. بالنسبه احنا نحن جانب بالنسبه لجانبنا احنا ملتزمين من اول هدنه مش من اخر هدنه، ولكن الطرف المقابل هذا التزم بشروط على اساس الهدنه بشروط، يفتح المسارات ويسلم الاليات والحاجات اللي ماخوذها من الناس ويسلم مقرات الدوله، والكلام هذا لم يتم تنفيذ حتى 1% من الشروط. ف
تكلمنا معاه وقال له اعطوني فرصه يومين او ثلاثه، في واحد منهم اتفقنا وياه على اساس بعد يومين يجي ويدير حل. نحن الان قاعدين ننتظر في الحل من رئيس العمليات اللي هو العقيد عبد الغني كشبور. لكن اذا كان ما صارش حل الموضوع، الهدنه هذه راها هشه واحتمال تنفجر في اي لحظه. لان نحن مسكين شباب ومسكين ناس مظاليم ومسكين ناس ماخوذ رزقها ومسكين ناس مظلومه في بعض حقوقها، كل اساس نحن نبو الهدنه وما نبوش التطورات في البلاد. ونحن ولكن الجانب الاخر الله اعلم هل هو مش قادر والا عنده هدف اخر هذا يعرفه هو، نحن ما نعرفش. وبالنسبه للجيش الوطني موقفه من الان مش واضح بالنسبه لنا نحن، لان اعطينا وعود وما ما فيش تنفيذ منه ولا عنده حاجه. ايوه الله يسلمك. بشناف صالح العابد عضو مجلس محلي الكفره. نعم الكهرباء في المملكه موجوده على الاماكن الان، نعم بنيه تحتيه منتهيه بالضبط. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. في ملاحظه انا هل لنا الان من اعلان التحرير، يعني هي الكفره متحرره من 5/5 نعم شكليا، ولكن فعليا الى الان نحس فيها انها ما زالت مدينه. نعم اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اكبر، احيي ابطالنا، اترحم على شهدائنا الذين سقطوا من أجل عزة ليبيا، من أجل كرامة ليبيا، وحيي الأبطال اللي ثاروا على هذا الظالم المتعجرف الطاغية معمر قذافي، أترحم على شهدائنا، وحيي أمهات الأبطال الذين استشهدوا وقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، وحيي شهداء الأحرار، أحيي الثوار الأحرار، الثوار الحقيقيين الذين ثاروا من أجل ليبيا ومن أجل عزتها وكرامتها. أترحم على شهدائنا في مدينة الكفرة الذين سقطوا يوم 5/5 عندما واجهوا آلة القدر، هذه الآلة التي بعثها القذافي إلى هذه المنطقة من أجل إذلالها، وأحييهم في هذا اليوم عندما وقفوا هؤلاء الأبطال وحروا هذه المدينة يوم 5/5. يا سيد أنت تحدثت عن وضع الأمن في الكفرة وتحدثت عن وضعها، حيث ذكرت ان في هناك اماكن في المدينه تعتبر لا توجد فيها حريه للانسان والتنقل فيها. نعم بالضبط. نعم نحن يعني التقسيم هذا يعني شنو السبب تاعك؟ يعني انا لوني خشيت المنطقه الثانيه. نعم والله هناك طبعا الكفر عارف انت الاحداث اللي حصلت فيها من قبل بعض الأشخاص اللي استعانوا بأجانب، وهذا شيء مؤسف جدا جدا. هو يعتبر ابن هذه المنطقة وعايش أنا وياه منذ مئات السنين في تآلف وأخوة، فصراحة تفاجأنا أنهم استعانوا بعدو وطعنونا من الخلف، طعنونا في هذه يعني شيء مؤسف جدا جدا. أخواننا وجيراننا يتأمروا علينا ويستعينوا بأجنبي، توصلوا لحرق المنازل، إلى قتل أبرياء، إلى نهب، إلى سرقة، وهذه شيء مؤسف جدا جدا ونحن نتأسف عليه في هذه المدينة. طبعا هناك أحياء صعب الدخول لها اللي هي تواجد فيها مجموعة من التبو ومجموعة من الأجانب، وقاعدين حاليا وضع الأمن فيها سيء جدا، ما يستطيعش يدخلها أي مواطن ليبي سواء كان تابع لجهة أمنية أو من سكان مدينة الكفرة، ما عندهاش القدرة أن يدخل في هذه الأحياء، لأن الأحياء أصبحت بؤرة توتر خطيرة جدا، توجد فيها أسلحة، توجد فيها عصابات جاية من خارج الدولة، هناك عصابات شادية، هناك عصابات سودانية تابعة إلى معارضة شادية إلى المعارضة السودانية وقاعدة موجودة في المنطقة. يعني بصراحة الوضع سيء جدا، والدولة لحد الآن ما اتخذتش أي قرار، يعني ما اتخذتش قرار في الموضوع حضاي. هناك عيسى عاد مجيد في أمر بالقبض عليه موجود في هذه الأحياء، والدولة لحد الآن ما اتخذتش في إجراء. فنحن نستغرب يعني صراحة المشكلة لها تو قرابة 3 شهور، الدولة ما اتخذتش في إجراء واتخذت أي قرار في قرار فعلي في المدعو هذا عيسى موجود بالقبض عليه أو محاكمته أو تقديم المحاكمة أو طرده أو قتله. فأمر صراحة صعب جدا جدا، ونحن نطلب من الدولة أن تدخل وتنهي هذه المشكلة، لأن أصبحت الكفرة معطلة. يعني
يعني شيء مؤسف جدا جدا. في احيان ما يقدرش حد يدخلها، يعني المدارس تعطلت، المصارف تعطلت، الاداره متعطله في الكفره، وما فيش اي اجراء اتخذ من الدوله. يعني نحن نتمنى من الدوله تدخل بقوه وبفاعليه. نعم. عندي سؤال بخصوص تسليم المحاضرات الاداريه، كم عدد المحاضرات الاداريه التي توجد عندنا؟ صحيح ان هي كمان محاضرات اداريه عند من؟ عند جنب. نعم هناك مقرات، منها مقر مديرية الأمن، مقر مديرية الأمن مقر مهم جدا جدا، استولوا عليه وقاعد حاليا. تصور ان رجال الأمن يعني قاعدين مقيمين مع المطافي مع جهاز الدفاع المدني في الوقت المديرية، ثلاث ادوار مش قادرين يدخلوها لان توجد فيها مجموعة تابعة لكتيبة احمد شريف رفضت تسليمها، يعني في الوقت اللي نحن محتاجين لهذا المقر، وكذلك مقرات اخرى يستولوا عليها. هناك مقر اداري يستولي عليه عيسى مجيد، المقر هذا يتكون من ثلاثة ادوار، فيه صندوق التضامن. تصور ان صندوق التضامن مدير قاعد يقضي في الاعمال الاداريه في حوشه، يعني عي الدار، كذلك القوى العامله موجوده في هذا المقر حاليا، قاعدين بدون مقر، فاني امر مسلم. وكذلك مقرات اخرى، مقر شركه بناء والصيانه، مقر جهاز الامن الشعبي سابقا، كل هذه مستولين عليه تبو ومقاومش تسليم. في الوقت اللي الطرف الاخر هي كتائب ثوار مدينه كفره اسوان من زويه وغيرهم، سلموا كافه مقر اداريه والعسكريه سلموها للذرع ليبيا، وهناك من استلم مقره كسرايا امن الحدود والامن الخارجي سابقا والداخلي سابقا، كلها تم تسليمها وتفاعلت وادارتها قاعده قائمه. نعم. أنا أحييكم وأحيي صراحة شباب ذرع ليبيا، هؤلاء الشباب الساهرين الذين سهروا ليلا ونهارا على حماية حدودنا وحماية مدينة الكفرة، وبصراحة وجودهم في مدينة الكفرة وفر أمن وأصبحنا يعني في أمان، شعرنا بنوع من الأمان لما شباب ذرع ليبيا وصلوا إلى الكفرة، صراحة سيطروا ومشكورين جدا، ونحن عزين صراحة، نحن كنسكن منطقة كفرة عزين عن شكر هالشباب، ومهما شكرنا فصراحة نعتبره مقصرين عكس الجيش اللي جاء، وصراحة موقفه سلبي جدا جدا، ما قدم لناش أي خدمات عكس رعيبة. وحييهم مرة ثانية وأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى من عودهم إلى أهلهم سالمين قائمين، وأتمنى الخير إلى منطقة الكفرة وإلى بصفة عامة، أتمنى أن يعود الأمن والأمان، وأن نسير بليبيا إلى الأمام وإلى التقدم، ونتخلص من الحقد والكراهية. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.